ومن ذلك خبر يعقوب عليه السلام الذي تعلق بابنه يوسف عليه السلام، ثم حرم من ابنه وغيب في الجب وهو صغير. فلما مضت سنوات طويلة وقلبه يتقطع شوقا لرؤية ابنه أو معرفة خبره أو سماع كلمة عنه، وإذا بابنه الآخر الذي كان يحبه أيضا ويعظمه ويجله، وإذا بابنه بنيامين أيضا يغيب عنه، ويقبل إليه أبناؤه في المرة الأولى وهم كاذبون ويقولون عن يوسف إنه أكله الذئب، ثم يقبلون في المرة الثانية ويقولون يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا عن الغيب وما كنا بالغيب حافظين. فلما اشتدت الكربات عليه وأظلمت الدنيا وشعر أن الضيق قد أحاط به من كل جانب، وإذا بالتفاؤل وحسن الظن بالله تعالى يثور في قلبه ويقول لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، وإن غاب عنكم يوسف في غيابة جب ربما لدغته حية أو عقرب لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، وإن ذهبتم إلى مصر من الشام وأخوكم قد سرق فيما يظهر لكم ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كان الأنبياء جميعا لا يكون في قلوبهم شيء من التشاؤم أو من سوء الظن بالله أو من النظرة السوداء للمستقبل الذي يعرض أمامهم، مهما اشتدت الكروبات وأحاطت بهم الأزمات وعظمت الكروب وتفاقمت الهموم، إلا أن التفاؤل وحسن الظن بالله يكون دائما قائما في قلوبهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني إن ظن العبد بربه خيرا فله الخير، وإن ظن شرا فربما أقبل عليه الشر. يمرض ولدك فإن ظننت خيرا أن الله تعالى سيعظم لك الأجر وسيسرك بشفاء ولدك ويقر عينك بسلامته وصحته فأبشر بالخير. أما إن أسأت الظن بالله وأسأت الظن برحمته وإحسانه وكرمه وفضله وجلالته فربما كان الذي يأتيك شر مما تتوقع، فليظن بما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن ظننت بالله خيرا آتاك الخير، وإن ظننت به شرا كان الشر حليفك، لأنك الذي ظننت به في ربك والذي توقعته.